الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الظهار. والظهار هو أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الظهار. والظهار يذكره العلماء في باب فرق النكاح، مع أن الظهار ليس فرقة في ذاته، وإنما أوردوه في باب فرق النكاح لسببين. السبب الأول أن الكفار قبل، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظنون أن الظهار طلاق، فإذا ظهر الرجل من امرأته حرمت عليه، فبين الله عز وجل أن قولهم هذا بالظهار والتحريم أنه منكر من القول وزور، وأن المرأة لا تحرم على زوجها بمظاهرته لها. والأمر الثاني الذي لأجله يريدون الظهار في باب فرق النكاح، أن الزوج إذا لم يكفر ثم تأخر في كفارته وتضررت المرأة بذلك، فإنه يكون في معنى الإيلاء. ووجه ذلك أن المظاهر يحرم عليه أن يطأ زوجته إلا بعد التكفير، بأن يعتق رقبة مؤمنة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. فإن امتنع أو سوف وتضررت المرأة لأنه يحق لها أن تطلب الوطأ ونحو ذلك، فيجوز إذا رفعت للقاضي أن يأمره بالتكفير أو يطلق، لأنه يكون حينئذ في معنى المولي، لأنه امتنع وإن لم يكن بيمينه لكن بسبب الظهار. وهذا هو السبب، لأن يورد الظهار عقب الإيلاء. وهذه نكتة مهمة يجب على طالب العلم أن يعرفها قبل أن نعرف المسائل الأخرى المتعلقة بأبواب الفرق. يقول الشيخ: والظهار هو أن يقول لزوجته، أي أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليه كظهر أمه، ونحوه من ألفاظ التحريم. العلماء يقولون قوله أن يقول لزوجته نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الظهار لا يترتب عليه حكمه من وجوب الكفارة إلا أن يقولها الرجل لزوجته، فإن قالها لغير زوجته فحينئذ فلا كفارة. الأمر الثاني أن المرأة إذا قالت هذا الكلام لزوجها بأن ظاهرت من زوجها فلا نسميه ظهارا. وهل نلزمها بالكفارة؟ المشهور عند المتأخرين يلزمها كفارة الظهار، لأن قولها منكر من القول وزور، فناسب أن يكون كذلك، وقد قضى به بعض الصحابة. هذا هو المشهور، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة، لكن لا نسميه ظهارا. ففرق بين تسميته الظهار وبين لزوم الكفارة. وقوله أن يقول لزوجته: أنت عليه كظهر أمه، بمعنى أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، بشرط أن يكون البعض مما لا ينفصل. فلو شبه كل امرأته بشعر أمه فنقول حينئذ لا يكون ذلك ظهارا، لأن الشعر والظفر ينفصل، فالعبرة بالبعض الذي لا ينفصل، وتكون مثل الأجزاء كاليد والرجل والظهر ونحو ذلك. إذن فقوله أنت علي كظهر أمي، هذه الصيغة المشهورة، وهي التي جاءت في كتاب الله: والذين يظاهرون من نسائهم. وإلا في المقصود التشبيه بمن تحرم عليه أو ببعضها من أجزائها التي لا تنفصل. قال: ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، أي الصريحة في تحريم المرأة عليه، إما بتشبيه أو بتصريح بالتحريم. وهنا مسألة من المناسب أن أوردها هنا، وإن كان المصنف سيورد بعض أجزائها في آخر هذا الباب. إذا حرم الرجل على نفسه زوجته فنقول إن التحريم
له ثلاثة أحوال: إما أن يحرم بلفظه بضعا، أو أن يحرم بلفظه عينا، أو أن يحرم من غير نص على شيء. نأخذها واحدة واحدة. الأولى أن يحرم بضعا، بأن يحرم على نفسه زوجته، أو أن يحرم على نفسه أمته، فحينئذ نقول تلزمه كفارة الظهار إذا أراد العودة، فإذا أراد أن يعاود فتلزمه الكفارة، لأن تحريم الزوجة يكون ظهارا. إذا قال رجل امرأته عليه حرام فإنه يكون ظهارا ولا يكون طلاقا. الحالة الثانية إذا حرم عينا من الأعيان، كأن يقول حرمت سيارتي، السيارة عليه حرام، أو الطعام عليه حرام، أو نحو ذلك، فنقول إن من حرم عينا وسماها فحكمه حينئذ حكم اليمين، يجوز له أكل الطعام وركوب السيارة ودخول الدار، ولكن تجب عليه كفارة اليمين بحنثه. للآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه العسل، فأنزل الله في آخر الآية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الحالة الثالثة أن يحرم ويسكت، مثل أن يقول عليه الحرام، وهذه كثيرا ما يأتي بها كثير من الناس، فنقول إن من حرم ولم يذكر بلفظه لا بضعا ولا عينا، فنقول لك ثلاثة أحوال باعتبار النية: فإن نويت البضع أي نويت زوجتك فهذا ظهار، وإن نويت عينا فهذه يمين، وإن لم تكن لك نية بأن يقول المرء عليه الحرام ويسكت فهذه فيها أقوال، والذي مشى عليه في الإقناع أنها تكون لغوا لا كفارة فيها. وقال كثير من المتأخرين بل تأخذ حكم اليمين فعليه كفارة. إذن من حرم وسكت ولم ينص على ما حرم عليه أهو بضع أم عين، فننظر لنيته، فإن لم تكن له نية فالذي مشى عليه موسى في الإقناع أنه يكون ماذا؟ لغو وهدر، فلا تجب عليه كفارة. وقال كثير من المتأخرين بل عليه الكفارة كفارة اليمين. نعم. قال الشيخ: فهو منكر من القول وزور، كذا سماه الله عز وجل، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن المرأة ليست حراما عليه، بل هي حلال عليه بالعقد، وهذا التحريم لا أثر له فلا تكون حراما عليه، بل هي حلال. وكونه تلفظ بالمنكر من القول والزور وجبت عليه الكفارة لأجل لفظه، لأنه تلفظ بلفظ حرام، إذن فكفارة الظهار لأجل اللفظ المحرم الذي نهى الله عز وجل عن التلفظ به، فيكون كفارة لذلك. ولذا قالوا إن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فليس بظهار تترتب عليه أحكام الظهار من حيث الامتناع وغيره، لكن تجب عليها كفارة الظهار على المشهور. وقلت لكم إذا قلنا على المشهور فمعناه أن المسألة فيها خلاف قوي. نعم. فهو منكر وزور. نعم. للآية: ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني لا تحرم حرمة طلاق فتكون بائنا منه، ولا تحرم بأن تحرم عليه وطؤها. نعم. ولكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. نعم. فلا يجوز له أن يطأ زوجته، فإذا عاد فيما قال بأن رغب في الرجوع لزوجته ووطئها وجبت عليه الكفارة، وحينئذ يلزمه أن يكفر قبل أن يتماس، وهو قبل الوطء. وبناء عليه فلو شرع في الكفارة ثم وطئها قبل إتمامها، أعني كفارة الصيام، نقول يجب استئنافها من جديد. نعم. ما هي الكفارة؟ فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم. هذه شروط الرقبة التي تعتق في الظهار، وهي أن تكون مؤمنة، لأن غير المؤمنة لا يجزئ عتقها في الكفارات، وأن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل، أي العيوب التي تمنع من الاكتساب، لأنه إذا كانت الرقبة المعتقة غير قادرة على الاكتساب فهذا عيب فيها، فلا بد أن تكون سالمة من هذه العيوب. هنا فائدة: العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن صفة الرقبة التي تعتق في الكفارات جميعا، والصوم كيف تكون هيئته والتتابع،
ويذكرون أيضا بعض أحكام الإطعام للمساكين في الكفارات في باب الظهر، ويحيلون عليه في جميع الأبواب الأخرى، في باب الصيام وفي باب الحج وفي باب الأيمان، وكل موضع يعني تكون فيه كفارة ويقولون والكفارة تفصيلها في باب الظهار. فهنا دائما يتوسع في باب الظهار في الكفارات ويحيلون عليه في الأبواب الأخرى. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، نعم، إن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ومقدار هذين الشهرين إذا كان قد ابتدأ من رأس شهر قمري فبإتمام الشهر الثاني ولو كان ناقصين عن 30، وإن ابتدأ الصيام في أثناء الشهر فلا بد أن يتم 60 يوما، فإن أفطر في أثنائه إفطارا واجبا أو جاء في أثنائه صيام واجب مثل صيام رمضان اللي هو الصيام الواجب المضيق، فإنه يصوم الصوم الواجب ويفطر الإفطار الواجب كالعيدين وكأيام التشريق، ثم يجب عليه أن يقضيها عقب تمام الشهرين بالتمام، ولا يتراخى في قضاء ما أفطر أو ما صام من الصيام الواجب المضيق. وإن أفطر لعذر فنقول كذلك، كأن يكون قد سافر أو مرض فيجوز له أن يفطر خلال الشهرين المتتابعين ولكن يقضيه بعد انقضائهما. وبناء عليه فلو انقطع التتابع إما بالوطء أو بالإفطار من غير عذر لزمه استئنافه. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أي فإن لم يستطع الرقبة والصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، والعدد مقصود فلا بد أن يكون 60، إلا في حالة وهي إذا كان البلد التي هو فيها لا يوجد فيها هذا العدد فإنه يطعم من في بلده من المساكين هذه الطعمات، ومقدار الطعمة أن يعطي كل مسكين نصف صاع من طعام، إلا أن يعطيه برا فيعطيه مدا أي ربع صاع. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. نعم، يقول الشيخ إن الظهار قد يكون مطلقا بأن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه، فحينئذ يكون الظهار مطلقا فلا يجوز له إذا أراد العودة إلا أن يكفر. وأما إذا ظهر ظهارا مقيدا نقول قبل صح ظهاره، صح ليس بمعنى أنه جائز وإنما أخذ حكم الظهار، كأن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه خلال شهر رمضان. وقد ثبت أن الرجل المظاهر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ظاهر زوجته في شهر رمضان لأجل أن يتعبد فيه، فأراد أن لا يقرب زوجته في رمضان، فنقول يصح. فإذا انقضى شهر رمضان ولم يكن قد وطئ زوجته انفك الظهار، وحينئذ فلا كفارة عليه. وإن وطئ زوجته في أثناء الشهر المقيد كشهر رمضان لزمته كفارة الظهار. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. نعم، هذا ما يتعلق بتحريم الأعيان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. اللعان، طبعا كفارة اليمين بعدها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة. نبدأ أولا باللعان قبل أن نشرح كلام المصنف، لنشرح على سبيل العموم ما المراد باللعان. اللعان إحدى فرق النكاح، هي فرقة، وهذه الفرقة من أخطر فرق النكاح لأنها فرقة على سبيل التأبيد، فإذا لاعن الرجل زوجته حرمت عليه وحرم عليها على سبيل التأبيد، لا يعد طلاقا لكنها تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو أكذب هو نفسه أو أكذبت هي نفسها، وهذا مضت به السنة كما قال الزهري أنها تحرم عليه على سبيل التأبيد. اللعان من أفعال المشاركة، وأفعال المشاركة معناه أن الزوجين كليهما يشترك بالإتيان بلفظ اللعن أو الغضب، وهذا اللعان ليس لكل زوج أن يلاعن زوجته، وإنما له واحد من موجبين. وقبل أن نذكر الموجبين، ناسب كثير من الناس يقرأ آيات اللعان في سورة النور
ويظن أن اللعان الذي يكون سبباً للتحريم هو أن يقول الرجل لزوجته هي ملعونة إذا لعنها بلفظ لسانه. لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد صيغة معينة سيريدها المصنف بعد قليل، وهي أربع شهادات موثقات بأيمان، ثم بعد ذلك يأتي بعدها اللعن أو الغضب وهو الخامسة. إذن نقول إن اللعان لا يمكن أن يكون إلا بأحد موجبين. الموجب الأول أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ثم تطالب هي بإقامة الحد عليه، فلكي يدرأ الحد عن نفسه يلاعنها. إذن الغرض الأول درء حد القذف عن ظهر الزوج، وبناء على ذلك فإن هذا الموجب ليس للزوج أن يرفع للقضاء بطلب الملاعنة، بل لا يحرك الدعوى الجنائية هنا بالملاعنة إلا الزوجة، فترفع للقضاء أطالب بإقامة حد القذف على زوجها، فيأتي القاضي لزوجها فيقول هل قذفتها بالزنا؟ فيقول نعم، أو تشهد البينة بأنه قذفها بالزنا، فيقول له القاضي أنت بالخيار بين ثلاثة أمور، إما أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا وسنتكلم عن صفتهم بعد قليل، فحينئذ يدرأ عنك حد القذف ويقام عليها هي حد الزنا، أو أن تجلد في ظهرك 80 جلدة وهو حد القذف، أو أن تلاعن بأن تلاعن زوجتك. ولذلك فإن اللعان هو سبب لنفي حد القذف عن ظهر الزوج، هذا الموجب الأول، وليس للزوج أن يطالب به، بل الذي يبتدئ بتحريك الدعوى الزوجة، فلو قذفها ولم تطلب إقامة حد القذف لا يقيم القاضي اللعان. الموجب الثاني نفي الولد، بمعنى أن المرأة تحمل ثم تلد، فيأتي الزوج ويقول إن هذا الولد ليس مني، فنقول إذا حرك الدعوة هنا الزوج هو الذي يحرك الدعوة هنا، فيقول إن هذا الولد ليس منه، نقول إن هذا الدعوة من الزوج أن هذا الولد ليس منه، إذا كان قد سبقه إقرار من الزوج بالولد فلا يقبل، ومن الإقرار أن يأتيه شخص بعد الولادة فيقول له مبروك الولد، يبارك له بالولد، فيقبل هذه المباركة والتهنئة، فحينئذ ليس له نفي الولد، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن الكلام إذا لم يقر به من حين الولادة ولا في أثناء الحمل فحينئذ قد يقبل، طبعا لها إجراء فيما يتعلق بالتخويف بالله وغيره، لكن لو كان غلبة الظن تدل على صدقه، فحينئذ نقول للزوج تعال يجب عليك أن تقذف الزوجة قبل اللعان، فيقذفها بالفجور، ثم بعد ذلك يقوم القاضي بالملاعنة بينهما، ويؤمر الزوج بأن ينص بأن الولد ليس منه، وسيأتي صيغة اللعان بعد قليل. إذن لغير هذين السببين لا يلاعن القاضي أبدا، وإنما يلاعن أمام القاضي إذا وجد أحد السببين، إما درء حد القذف عن الزوج أو نفي الولد بشرطه المذكور في كتب الفقه. يقول الشيخ فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، هذا هو الموجب الأول، وسيشير للموجب الثاني بعد ذلك، قال فعليه حد القذف 80 جلدة وسيأتي هذا الخيار الأول، قال إلا أن يقيم البينة بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الفعل الصريح، وسيأتي صفة هؤلاء الشهود إن شاء الله في باب حد الزنا، قال فيقام عليها الحد هي، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال أو يلاعن، إذن القاضي يخير الزوج بين ثلاثة أمور، فإذا لاعن الزوج حينئذ ما الحكم؟ قال يسقط عنه حد القذف، فيسقط عنه هو حد القذف وهي لا يقام عليها حد الزنا. نعم، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد أو فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان بعد ذلك يتكلم المصنف عن صفة اللعان فقال على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. نعم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فهنا لم يأتوا بالشهادة أو بالشهود والبينة التي تشهد ذلك، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين،
فيأتي الزوج أولا فيشهد 4 مرات فيقول أشهد بالله أني صادق فيما رميت به فلانة من فعل كذا وكذا من الفجور كالزنا، ويسميها إن لم تكن حاضرة، وإن كانت حاضرة أشار إليها. ثم بعد ذلك يقول في الخامسة قال فيشهد، نعم، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية. طبعا معنى قوله إنها لزانية فيقول أشهد إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، لأنه قد سبق قذفه لها. ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، جعلها إن بالكسر لأنها مقول قول فتكون إن. قال ويقول إن لعنة الله عليه أي على الزوج إن كان من الكاذبين، وجعلت اللعنة لأنها طرد من رحمة الله، نسأل الله عز وجل السلامة. وما لعن أحد زوجته وهو كاذب إلا وقد طرد من رحمة الله عز وجل، لأنه ملعون في كتاب الله، لأن الله عز وجل قال إن الذي يلاعن زوجته وهو كاذب ملعون ملعون، وأن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين إن كان من الكاذبين. فالمقصود أن الكاذب ملعون في كتاب الله، ثم أكد هذا اللعنة بلعنه نفسه. نعم. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، بأن تقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، فتشهد على نفسها أو تدعو على نفسها بالغضب إن كان الله إن كانت إن كان هو من الصادقين في ما رماها به وكانت كاذبة في نفيه. فإذا تم اللعان، نعم، إذا تم اللعان هذه ولو لم يتكلم القاضي ثبتت عدد من الأحكام. أولها سقط عنه الحد، سقط عنه الحد أي سقط عنه حد القذف، واندرأ عنها العذاب فلا يقام عليها حد الزنا، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. نعم، لأنها مضت به السنة كما قال محمد بن شهاب السهري، مضت السنة السنة أن يتفرق على الأبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. نعم، والله هذا أعلم. هذا الموجب الثاني للعان وهو نفي الولد، ونفي الولد ليس لكل زوج أن ينفي ابنه، بل من أراد أن ينفي ابنه فإن له أمورا. الأمر الأول لا يصح نفي الولد إلا بلعان، من غير نفي من غير اللعان لا نفي له أبدا. لو جاء رجل وقال إن ابنه هذا ليس ابنا له، نقول لو تقول من اليوم إلى 20 سنة قادمة كل يوم تكرر إن هذا الابن ليس ابنا لك لا ينتفي، بل هو ابنك، فإن من ولد على فراش الرجل يكون ابنا له إلا أن ينفيه باللعان، لا يوجد طريق آخر إلا أن ينفى باللعان. طبعا إلا في مواضع معينة لا يثبت النسب ابتداء، مثل أن تلد المرأة لأقل من 6 أشهر من حين العقد، فإنه حينئذ لا ينسب الولد له فهو منتف بلا لعان. ذكروا نحو من 4 صور لا يثبت فيها النسب ابتداء لكي نقول إنه ينتفي. الأمر الثاني كما قلت لكم قبل قليل إنه لا يجوز اللعان عن ولد أقر به لنفسه، فإذا أقر به ولو لحظة فليس له أن يلاعن. يعني قلت لكم بعض العلماء يقول لو هنئ به فسكت أو قبل التهنئة فإنه حينئذ يكون إقرارا لقبوله التهنئة، فليس له حينئذ أن يلاعن. يأتينا واحد وعمر ولد 10 سنوات ثم يقول نفيته، القاضي يؤدب هذا الذي نفى ولده، يؤدبه ولا نقول يقيم عليه حد القذف، لأن الأب لا يقام عليه حد القذف على ابنه، وإنما يؤدبه بسجن بجلد ونحو ذلك. طبعا هناك أمور أخرى، حتى لو كان ذلك القاضي الأصل أنه يعظ ويذكر الزوج بالله عز وجل وغير ذلك من الإجراءات القضائية التي تختلف من جهة لأخرى. كتاب العدد والاستبراء، بدأ المصنف بعد ذلك بذكر العدد والاستبراء. مناسبة ذلك لأن الفرق إذا فارق الرجل زوجته فكل فرقة بين الزوجين لا بد للزوجة من العدة، والمعتمد عند فقهائنا أن كل الفرق سواء كانت طلاقا أو كانت فسخا لا بد فيها من العدة المذكورة بعد قليل، وأن الاستبراء لا يكون للحرة، وإنما يكون الاستبراء في الأمة ويكون في الوطء غير المشروع، وسنتكلم عنه إن شاء الله في محله، وسأشير لهذا عندما يتكلم المصنف عن العدد. نعم. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم، يقول الشيخ إن العدة هي التربص بمعنى المكث، من فارقها زوجها بموت أي بموته هو أو طلاق
أي إذا طلقها. ونزيد أيضا أو وزاد الفقهاء أو فسخ، لأن الفسخ تثبت به العدة، فالخلع حيث حكمنا بأنه فسخ وجبت عليها العدة 3 قروء أو نحوها. إذا فسخت المرأة لفوات شرط فعليها عدة، لوجود عيب فعليها عدة، وهكذا. إذن العدة تثبت لمن فارقها زوجها بموت أو طلاق أو فسخ، فإن الفسوخات موجبة للعدة في الجملة لاستثناءات معينة مذكورة في محلها. والعدة هنا ذكر العلماء أنها للزوجة، ويتجوز بعض العلماء ويقول إن الزوج قد تجب عليه عدة باعتبار أن المراد بالعدة التربص، وذلك إذا كان الزوج تزوج 4 نسوة ثم طلق 1 منهن وأراد أن يتزوج بدلا، ليست 5 رابعة بدلا عنها، فحينئذ نقول لا يجوز له أن يتزوج 5 حتى تخرج 4 من العدة، حتى تخرج 4 من العدة وإن طالت عدتها، وقد تكون عدتها أكثر من شهر، أكثر من سنة، وسأتي في كلام المصنف بعد قليل. الصورة الثانية فيما إذا تزوج امرأة ثم أراد أن يأخذ أختها فطلق الأولى، فليس له أن يأخذ أختها حتى تنقضي عدة الأخت الأولى التي كانت في ذمته. نعم. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا مات عنها زوجها فتجب عليها عدة الوفاة فتعتد على كل حال. قوله على كل حال يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت يوطأ مثلها أو لا يوطأ مثلها، سواء كانت حاملا أو حائلا أي ليست بحامل، فكل من مات عنها زوجها تجب عليها العدة، ولكن مقدارها يختلف من الحامل إلى غيرها. فقال المصنف فإذا كانت حاملا أي المتوفى عنها زوجها فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. قوله وضعها جميع ما في بطنها بمعنى أن العدة تبتدئ بخروج آخر ما في البطن، فالجنين هناك أحكام تتعلق بخروج أوله وهناك أحكام تتعلق بخروج آخره. من الأحكام وهي الأكثر التي تتعلق بخروج آخره قالوا ابتداء العدة، فلا تبتدئ العدة إلا بخروج آخر الولد. قد يقول البعض إن الفرق دقائق ربما بل أقل من دقيقة، لا نقول أحيانا تطول. فلو أن امرأة كانت حاملا بجنينين توأم وبين الأول والثاني لنقول يوم كامل، قد يكون ذلك أنا لا أعلم، لكن لنقول إنه يوم كامل، فهل تبتدئ عدتها من وضع الأول أم من الثاني؟ نقول تبتدئ العدة من وضع الثاني، فلا بد أن يخرج كامل الحمل. إذن فقوله جميع ما في بطنها يشمل إذا كان واحدا أو إذا كان أكثر من جنين كتوأم ونحوه، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، وهذه عامة لكل ذات حمل، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. نعم، بموت أو حياة بمعنى في الحياة يعني أنها مطلقة أو أنها فسخ عقد نكاحها، فلا بد لها أن تضع حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على المرأة أن تسقي زرع غيرها، ملعون من سقى زرع غيره، بمعنى أن يطأ امرأة تكون حاملا من رجل قبله. طيب، عدة الوفاة وحدها تختص بحكم خاص وهو الذي يسميه العلماء بالإحداد، وسيشير له المصنف ربما بعد ذلك. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10. وكيف تحسب مدة المعتدة من الوفاة إذا لم تكن حاملا؟ نقول إن كان مات زوجها في رأس الشهر فإنها تمكث 4 أشهر قمرية، سواء كانت تامة 30 يوما أو ناقصة 29 يوما، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا أو هكذا، وخنس بإصبعه في الثانية أو في الثالثة، فتمكث 4 أشهر قمرية كاملة وتزيد عليها 10 أيام. وإن كان زوجها قد مات في غير رأس الشهر، بمعنى أنه مات في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع إلى منتهى الشهر، فلا بد حينئذ أن تمكث 130 يوما كاملة، 120 عن 4 أشهر و10 أيام، فتكون مجموعها 130 يوم.
هذا هو المشهور عند فقهائنا. والرواية الثانية وهي التي افتي بها الشيخ عليه رحمة الله شيخ تقي الدين والشيخ أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز أنه تعتبر 4 أشهر ولو كانت الوفاة في أثناء الشهر. فلو مات زوجها في اليوم الثاني من محرم ففي صفر الأول ربيع وربيع الثاني في العاشر من جماد الأول تكون أتمت 4 أشهر ثم تزيد 10 أيام فيكون في يوم 20 من جماد الأول تخرج من عدتها. والمشهور الأول أنه لابد من 130 يوما. متى تنقض العدة؟ نقول عند الساعة التي مات زوجها فيها. فإذا مات في الساعة 10 صباحا تنقضي عند 10 بعد مضي 4 أشهر و10 أيام. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. نعم، بدأ يتكلم عن مسائل الإحداد، والإحداد خاص بعدة المتوفى عنها دون من عدها، بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه. نعم، الإحداد واجب على المتوفى عليه عنها زوجها، وأما غيرها فقالوا في أثناء عدتها فهو جائز إذا كانت مطلقة يجوز لها ذلك من باب الجواز. ومن مات عنها قريب غير زوجها فلا يجوز لها أن تحد فوق 3 أيام، لحديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3. فجاءت أم حبيبة لما مات أخوها بطيب فتطيبت وقالت إنه ليس لي حاجة إلى الطيب، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته. فقولها لغير زوج يدلنا على أن الإحداد على الزوج قد يكون واجبا وهو في فرقة الوفاة، وقد يكون جائزا وهو في فرقة الطلاق، مثل امرأة طلقها زوجها وأبانها ولها رغبة بزوجها فيجوز لها أن تحد هذه الأشهر 3 جوازا ليس واجبا عليها لرغبتها به من باب إظهار الحزن عليه والجزع. طيب، إذن هذا ما يتعلق بحكم الإحداد. ما هو الإحداد؟ قالوا الإحداد يتكون من أمور، أورد المصنف أمرين. الأمر الأول وهو ترك الزينة، لحديث زينب ولحديث أم سلمة رضي الله عنهما. قالوا والزينة تكون في أمرين أساسا، في البدن وفي الثوب. فأما زينة البدن فبترك أمور، منها قالوا ترك الكحل وما في معنى الكحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتحل المحدة أو تجتنب المحدة الكحلة. فالكحل وأدوات المكياج والزينة التي تكون على البدن تتركها جميعا. ثانيا قالوا تترك الخضاب بالحناء وما في معناه، والخضاب بالحناء يكون لليدين ويكون للشعر، فيحرم على المحدة أن تخضب يديها أو أن تخضب شعرها. والذي في معنى الحناء الصبغ، فلا تصبغ شعرها في مدة الإحداد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا، أو هذا الأمر الأول وهو الزينة في البدن. النوع الثاني الزينة في الثوب. قالوا والزينة في الثوب يشمل أشياء، منها أولا ما يتعلق بالحلي، فيجب عليها أن تخلع كل حلي يلبس للتجمل من ذهب وفضة ونحوه. ومن أمثلة ما يكون ملحقا بالذهب والفضة هذه الإكسسوارات التي ربما لبسها النساء فيفسخ. وأما إن لم يكن زينة كالساعة وغيرها فإنه حينئذ يجوز بقاؤها. فإن كان الحلي لا يقطع إلا بتدخل من شخص يقصه وقد يتلف الذهب نقول يجب ذلك فيقطع الخاتم وغيره على المحدة. الأمر الثاني نقول إن الزينة تكون في الثوب، فلا تلبس ثوبا مصبوغا، ومعنى كونه مصبوغا أي أن فيه واحدة من اثنين، إما صبغ زينة أو صبغا بلون يكون فاقعا، فإن اللون الفاقع داخل في عموم ثوب الزينة. وأفردنا ثوب الزينة لأن بعض الثياب قد تكون ألوانها ليست لون زينة لكنه لو ثوب زينة يؤخذ للتجمل، إما لزوج أو للتجمل للنساء، فكلا الأمرين يسمى ثوب زينة. وإنما تلبس المرء ما تلبسه في بيتها من الثياب المعتادة والألوان المعتادة. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.